حلقة جديدة من برنامج أصداء اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، ونعتذر عن هذا التأخير الخارج عن إرادتنا. نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أخذت ثورة الشباب بمناخها الثوري وبعدها السياسي ترسم كيانات لها تعددت مسمياتها، إلا أنها لم تغادر أهدافها الثورية. اليوم في عدن إشهار التكتل الوطني الحر. محمود الحميدي من عدن والتفاصيل. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعزائم هؤلاء كالجبال حد قولهم وكما تبدو، في الوقوف في وجه الظلم وبلوغ الهدف بتطهير المؤسسات من رموز وكل مظاهر الفساد في مختلف المرافق الحكومية بمختلف المحافظات، فيما بات يعرف بثورة المؤسسات. فاليوم في عدن جنوبي اليمن شهدت المدينة العديد من مظاهر الاحتجاج والاعتصام. فهنا ولليوم الثاني على التوالي واصل مئات الصحفيين والإعلاميين والمهندسين والعمال بالإذاعة والتلفزيون بالمدينة الاعتصام أمام مقر المبنى بالمحافظة للتعبير عن مطالبهم بإقالة القيادات المسؤولة من قطاع الإذاعة والتلفزيون وإنصاف كل من لحقت به مظلمة وسلبت حقوقه، من أجل خلق رسالة إعلامية شريفة منحازة للشعب كما قالوا، في خطوة تصعيدية تأتي تلبية منهم لنداء شباب التغيير. إذاعة عدن وقناة عدن أسوأ دور في تاريخ الإعلام الرسمي الإيراني، أسوأ دور. يا سلام. الترويع، ملكيون أكثر من الملك. صحيح. وجمهوريون أكثر من الجمهوريين. صحيح. ومطبلين أكثر من المطبلين. يرحل. أصبحنا مجرد رعاية، مجرد عبيد. لا تستطيع أن تكتب، عليك إذا أردت أن تعمل في إذاعة التلفزيون عدن فعليك أن تلغي عقلك. وأن تتصرف كالآلة. يأتي هذا فيما فرقت اليوم قوات الجيش اعتصاما للإعلاميين أمام مبنى مؤسسة صحيفة 14 أكتوبر بالمعلى، من خلال استخدام مسيلات الدموع وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، بناء على استعانة مدير المؤسسة بهم لفض الاعتصام حد قولهم. من جهة ثانية وعلى صعيد متصل، واصل أيضا موظفو وجنود وضباط المنطقة الحرة بعدن اعتصامهم الاحتجاجي للأسبوع الثاني في كالتكس بمبنى إدارة المنطقة، في مسلسل درامي حزين طالب فيه المحتجون طوال عقد من الزمن بالإصلاحات الإدارية ومحاسبة الفاسدين، كذلك توزيع أراضي الجمعية السكنية المصروفة لهم التي تم توزيعها للنافذين بحسب قولهم، مؤكدين على استمرارية احتجاجاتهم السلمية حتى تتحقق مطالبهم المشروعة بحسب وصفهم. ضباط وأفراد المنطقة الحرة أمن عدن لنا حوالي 10 سنوات، واحنا نقوم بعملنا على اكمل وجه ونحمي اراضي المنطقه الحره، وتعرضنا لعده اصابات وفقدنا ايضا احد الضباط الشهيد وعدد من الاصابات في الافراد. من عام 1999 واحنا نحمي المنطقه الحره ولم نحصل على ادنى الحقوق وادنى المطالب. تظل هذه الاحتجاجات الحاصلة في البلاد وتحديدا في المؤسسات سلاحا ذو حدين كما يرى المراقبون، فقد تكون عفوية عابرة تفضي إلى الإصلاح والتغيير، وقد تكون مسيسة ومخططة تفضي إلى وضع آخر ربما لا يحمد عقباه. محمد البطاح لأصداء اليوم. طبعا للتوضيح فقط وللتصحيح، هذا التقرير هو للزميل محمد البطاح، وموضوعه كان عن تداعيات ثورة المؤسسات في محافظة عدن. أما بالنسبة للتقرير الزميل محمود الحميدي عن إشهار التكتل اليوم في محافظة عدن سنذيعه لاحقا في هذه الحلقة. لموضوع ثورة المؤسسات في عدن وتداعياتها ينضم إلينا من عدن الأستاذ الصحفي نجيب صديق. أهلا بك أستاذ نجيب. أهلا وسهلا بك أستاذ نجيب. اليوم كان لكم وقفة احتجاجية أمام مؤسسة 14 أكتوبر، وكان هناك حضور أمني في هذه الوقفة الاحتجاجية في بادرة يعني مختلفة عن وقفات احتجاجية أخرى في محافظة عدن. ما حقيقة المشهد في إضرابكم اليوم؟ في الحقيقة يا سيدي يا صديقي ثاني، نحن نستهجن نستنزين ونستهجن كل الإجراءات الأمنية التي اتخذها الحبيشي تجاه الزملاء الصحفيين وما أقدم عليه. فالحبيشي أفسد الحياة الصحفية منذ أن تحمل قيادة الصحيفة في مايو 2005، وكعادته
يلجأ إلى الأمن في حل إشكالاته مع الصحفيين، وعندنا ما يثبت ذلك وقد قدمنا ملف بذلك إلى الأخ وزير الأمن. صيف لنا ما حدث اليوم من رجال الأمن. في الحقيقة نحن صحفي 14 أكتوبر. ألو أسمعك تفضل. نحن في صحيفة 14 أكتوبر عانينا الأمرين وعانينا من المعاناة الكثير من جراء السياسات التعسفية التي يقدم عليها أحمد الحبيشي رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير، وفي نفس الوقت نحن أفسد العلاقات المهنية والصحفية بين الزملاء الصحفيين، وكعادته أقدم على سلسلة إجراءات تعسفية ضد الصحفيين والعاملين في مؤسسة 14 أكتوبر، ما جعلهم اليوم يقفون وقفة احتجاج تجاه هذه الممارسات. وأيضا يا سيدي ما تم من نحب المال العام للمؤسسة خلال فترة تحملي مسؤولية 14 أكتوبر. يعني هذا الإضراب وهذه الوقفة اليوم المستهدف الرئيسي منها هو أحمد الحبيشي رئيس تحرير الصحيفة والفاسدين في المؤسسة. طيب طيب ما هي خطواتكم القادمة بعد هذه الوقفة اليوم؟ نحن سلمنا ملف متكامل للأخ وزير الإعلام اليوم. تسمعنا يا أخي؟ أسمعك. نحن سلمنا ملف متكامل للأخ وزير الإعلام اليوم وقابلته شخصيا، ووعد أنه سوف يشكل لجنة تحقيق، ولكن فوجئنا من أن لجنة التحقيق برئاسة محمد شاهر الذي نحن لا نثق فيه لأسباب هو يعرفها ويعرفها، وقد قدمنا هذا الكلام للأخ وزير اليوم، ولكن نحن سنستمر في تصعيدنا لاحتجاجاتنا حتى يتم إقالة أحمد الحبيشي من مؤسسة 14 أكتوبر. وأضيف طيب لماذا لا تثقوا أستاذ نجيب، لماذا لا تثقوا بلجنة التحقيق المكلفة من وزير الإعلام الأستاذ علي العمراني؟ نحن نطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تجري داخل مؤسسة بإشراكنا في لجنة التحقيق، لنوضح للجنة التحقيق كل مكامن الفساد الموجودة. طيب من المفترض أن لجنة التحقيق ستنزل إليكم في المؤسسة وستسألكم عن بعض الأشياء. نعم نحن نملك كل الوثائق. قدموها للجنة، ما الذي يمنعكم يعني؟ لا اللجنة لم تتصل بنا، لا الوزير لم يقدم لم يسمي أسماء اللجنة. طيب سنتابع معك. أسمعك تفضل. تريد أن تكون نحن أيضا نستنكر جرائم النشر التي تمت خلال 10 أشهر الماضية بحق الساحات وبحق الشهداء. صحيفة أكتوبر خلال 10 أشهر نشرت أخبار مضللة ومقالات تزيف الحقائق، ونستهجن هذه ونطالب بمحاكمة جرائم النشر التي تمت من قبل أحمد الحبيشي وصحيفة 14 أكتوبر اللي يديرها. أشكرك جزيلا الأستاذ نجيب الصديق الصحفي في صحيفة 14 من أكتوبر. تجاوزت التداعيات السياسية مساحة الخطابات في مشهد يتعارض على الأرض مع جهود اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار، فالحصبة وبعد المرحلة الأولى من إزالة المظاهر المسلحة من خطها العام استعادت مشهدها في الاشتباكات، وأخذت بعض المظاهر المسلحة تظهر ليلا وتختفي نهارا. كل ذلك لا تبعد قراءته كثيرا أمام ثورة إسقاط القيادات في المرافق التي هي في الأصل محسوبة على الرئيس صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام. أبعاد ذلك المسار وخطورته يستعرضه الزميل معاذ منصر في التقرير التالي. تتوالى محطات التصعيد السياسي والعسكري على الأرض بنوع من القلق، حيث تقول المؤشرات بأن عودة أطراف الصراع إلى المربع الأول احتمال بات وارد وبقوة. على الصعيد العسكري والمسلح تجددت المواجهات اليوم في حي الصوفان بمنطقة الحصبة بين أنصار الشيخ الأحمر وبين أفراد النجدة، التي تقول المعلومات بأنها رفضت الانسحاب من بعض مواقعها، وهذا ما أدى إلى تجدد المواجهات بين الطرفين وأدى إلى إعادة بعض صور التوتر إلى المنطقة بعد أن كانت اللجنة العسكرية قد قامت بحملة نزع المتارس والمظاهر المسلحة منها خلال الأيام القليلة الماضية. هذا التطور الغير متوقع يجعل اللجنة تقف أمام التحديات مرة أخرى، والتي بفعلها قد يتعرقل برنامج المهام والتنفيذ. أما على الصعيد السياسي فيقال بأن القيادي البارز في الحزب الحاكم سلطان البركاني هدد بعدم السماح بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في حال لم يتم السير نحو الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. تصريح البركاني الذي فجره اليوم في جلسة البرلمان يأتي بعد تصريحات له كان قد هدد فيها اللقاء المشترك بالعودة إلى نقطة الصفر وإلى المربع الأول. وفيما يتعلق بهذه التطورات تطرق نائب الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى بعض النقاط المتعلقة بهذا التصعيد والذي حمل فيه الجميع المسؤولية، وحمل الأطراف مسألة تجنيب البلاد ويلات الحروب من خلال السعي نحو نجاح الاتفاق وبضمير حي ومخلص.
يقول المراقبون بأن التحديات تبقى مستمرة أمام الأطراف السياسية في تنفيذ الاتفاق، وتبقى المخاوف من خرق الهدنة وحدها المسيطرة ووحدها سيدة الموقف. معاذ منصر لبرنامج أصداء اليوم. وللحديث في مستجدات المشهد السياسي بداية ينضم إلينا الدكتور نبيل الشرجبي المحلل السياسي وأستاذ إدارة الأزمات. أهلا بك دكتور نبيل. دكتور نبيل ألو. دكتور نبيل هل تسمعني؟ نعم أسمعك. دكتور نبيل، أمام متطلبات تنفيذ المبادرة الخليجية اليوم أخذت مظاهر التصعيد بين الأطراف السياسية الموقعة على هذه المبادرة بعد تجاوز مظاهر الانفراج، هل يمكن الحديث أن نقول أن المبادرة الخليجية الآن في خطر؟ في الأول أهنيك بالعام الميلادي الجديد وأهني جميع اليمنيين، ونتمنى أن يكون عام خير علينا جميعا. شكرا لك دكتور. أنا ربما قد سبقت وأن قلت في برنامجكم هذا من أكثر من شهر أن المبادرة الخليجية فيها الكثير من المطبات، وربما هذه المطبات قد تجعل الأطراف في أي مرحلة من المراحل تنزلق إلى مرحلة ربما الصراع الخفيف، وربما قد يتطور إلى الصراع العنيف. نحن اليوم نشهد إحدى مظاهر هذا النزاع وهذا الصراع، طرف لا يريد أن يسلم سريع وطرف يريد أن يسلم كل شيء سريع، ومن ثم نحن في حاجة في الأيام المقبلة ربما لتعديل جديد في هذه المبادرة لمنع أي احتكاك مباشر بين الطرفين المتحاورين أو المتصارعين. طيب بالنسبة لأن الطرف لا يريد أن يسلم سريع وطرف مستعجل على التسليم، أليست المبادرة والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بما جاء فيها من تزمين محدد؟ لا، بكل تأكيد المبادرة كانت مزمنة ومحددة، ولكن يبدو أن هناك بعض الاستعجال في تقديم بعض الأشياء وتأخير بعض الأشياء، وهذا ربما مرد لإرباك السياسيين في عملية ترتيب المرحلة القادمة في اعتقادهم أن القفز على بعض البنود أو القفز إلى البنود قد تؤدي إلى تسيير الأمور بشكل أسرع مما رتبت في المبادرة الخليجية، ولكنهم بذلك يرتكبون أخطاء، ربما الأخطاء هذه لا يستطيع الطرفين ولا الشعب اليمني تحملها بالفترة القادمة. الشيء الثاني أنه طبيعة تشكيل هذه الأطراف ربما العامل الشخصي يلعب دور كبير جدا في تأخير أو في تنفيذ كل ما طلب منهم، ومن ثم قد تتحول مثل هذه النزاعات إلى نزاعات شخصية تؤدي إلى عرقلة المبادرة بشكل كامل أو عرقلة أو طرحها للتنفيذ السليم. طيب هذا بالنسبة لعوامل شخصية. طيب بالنسبة لمواضيع أثيرت الآن مثلا ثورة الفساد، موضوع قانون الحصانة، برأيك مدى تأثير هذه المواضيع؟ بكل تأكيد نحن أيضا نشهد من خلال ما يقوله الطرف الأول وهو المؤتمر الشعبي العام حينما يأتي كل يوم بمقولة جديدة، في اليوم الأول يتهم الطرف الآخر بأنه من يخترق المبادرة، لكن من يخترق هو سواء في الطرد أو في إخراج المظاهرة أو في حتى محاولة رفض إعطاء ضمانات ثم الدخول في الحصانة أو في المصالحة، ومن ثم نحن نتحول من الشق القانوني إلى الشق السياسي. هذا الشق السياسي يستطيع من خلاله حزب المؤتمر أن يتلاعب بكافة الأوراق في المرحلة القادمة، لكن إذا كانت الحصانة كما نصت عليها المبادرة الخليجية فإمكانية التلاعب بالمبادرة كجانب قانوني سوف تصبح محدودة وليس واسعة كما يطلب الآن المؤتمر بعملية طرح مصالحة بين الأطراف المختلفة. لا، يقال أن حكومة الوفاق الوطني هي الآن من تسعى إلى وضع هذا القانون، قانون المصالحة الوطنية، وهنا بتحفظ عليه من المؤتمر الشعبي العام. أنا من وجهة نظري أنا مثل هذا الشيء يجب على الحكومة ألا تقدم عليه تماما، لأننا كما قلت لك نحن سوف ننتقل من الجانب القانوني وربما هو أكثر تحديدا إلى الجانب السياسي. هذا الجانب السياسي قد يدخل الطرفين في مناقشات وفي حوارات وفي تنازلات وربما في البقاء الوضع كما هو، ومن ثم إعادة إنتاج السابق كما هو دون أي تغيير، وهذا طبعا شيء غير مقبول وخاصة بعد التضحيات التي قدمها الشباب والثوار في الساحة المالية. طيب دكتور نبيل، ما هي قراءتك لصمت الأطراف الإقليمية والدولية أمام هذه التطورات بين الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية؟ أنا في اعتقادي أن الأطراف الإقليمية تصل إلى مرحلة معينة تعتقد من خلالها أن الأطراف اليمنية قادرة على تجاوز مشاكلها المختلفة،
ومجرد أن ترفع يدها أو أن تغض للحظات أو لأيام تكتشف أن الأطراف اليمنية عادوا إلى العبث مرة أخرى وكأنهم ما زالوا في المراهقة السياسية، ومن ثم تعود هذه الأطراف الدولية الإقليمية مرة أخرى للتدخل. ولكن عندما يأتي التدخل الجديد تكون الأمور قد قطعت شوطا أو انحرفت على المسار الذي كان مخطط له، ومن ثم تطرح مبادرات وأفكار جديدة ربما قد تخرج عن الأفكار السابقة، وربما هي أيضا قد لا تخدم خروج المسار كما أراد له المجتمع الدولي أو المجتمع الإقليمي. أشكرك جزيلا دكتور نبيل الشرجبي أستاذ إدارة الأزمات والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا أيضا الدكتور عبد الله الضيفاني المحلل السياسي، أهلا بك دكتور عبد الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا بك شادي. أهلا أهلا دكتور. دكتور، ما هي نظرتك إلى الأطراف الموقعة على التسوية السياسية المبادرة الخليجية وهي اليوم تنتقل إلى مشهد الصدام السياسي في الخطابات والتصعيد على الأرض على حساب تنفيذ المبادرة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يكون عام فيه نجاح للمسار الثوري برؤية سياسية ناضجة ومكتملة. ما يشاهد اليوم على الأرض هي محاولة بائسة ويائسة للحيلولة دون إجراء الانتخابات، لأن الانتخابات من وجهة نظري هي الإسقاط لما يدعي الطرف علي صالح وزبانيته بما يسموه بالمشروعية الدستورية وبأنه منتخب من الناس، وهذه آخر ورقة يلعب فيها على الجانب السياسي ومع المجتمع الدولي بأنه شخصية سياسية منتخبة وبأنه يمتلك مشروعية من 4 مليون كما يدعي. فانتخابات 21 يعني إسقاط لهذه المشروعية وتوديع نهائي لهذا الرجل من بوابة الانتخابات، فهم يحولون دون أو يعملون للحيلولة دون إجراء هذه الانتخابات في إطار المسار السياسي. ولذلك أنا أعتقد أنه على الطرف الآخر الذي وقع وهو اللقاء المشترك عليهم أن يكونوا يقظين ويكونوا حذرين ويعرفوا بأنهم في كل يوم يخسرون مع الشارع السياسي ويخسرون أيضا مع الشارع الثوري خسارات كبيرة جدا نتيجة ما يحدث على الأرض. الشعب الجمهور لم ينتظر لحكومة الوفاق الوطني لكي تصحح الفساد، أصبح عندنا ثورة كما يعرف ثورة المؤسسات يسعى الناس لتصحيح الفساد بأيديهم، لن ينتظروا الوزراء لكي ينزلوا إلى المؤسسات لكي يجروا هذه العملية. هذا التيار أو هذا التيار الجارف الذي بدأ يجرف الفساد في المؤسسات هز أركان الطاغية وزبانيته. طيب، وأشعرهم بأن أيام. طيب دكتور عبد الله، ما مدى تأثير من وجهة نظرك ثورة المؤسسات هذه التي تتحدث عنها على مستجدات المشهد السياسي؟ أعتقد أن ثورة المؤسسات هي الجرس الذي أيقظ أو نبه الطاغية وزبانيته بأن أيامهم صارت معدودة وبأن أركانهم بدأت ترتعش وأن تفكيك النظام من الداخل بدأ يتساقط لبنة بعد لبنة، خاصة وأن ثورة المؤسسات ذهبت إلى أقرب الناس إلى هذا إلى رأس بقايا النظام سواء في الخطوط الجوية اليمنية أو في 26 أو ما يعرف بالتوجيه المعنوي أو في بطابع الكتاب المدرسي أو في المؤسسات الإرادية أو المؤسسات الرقابية التي كانت. طيب بالتالي ما دام هذه الثورة اقتربت كما تقول من أطراف مقربة من النظام والرئيس وحزب المؤتمر الشعبي العام وهي هذه القيادات محسوبة عليهم، ما الذي نتوقعه من الرئيس وحزب المؤتمر الشعبي العام؟ نتوقعه هو قاله أمس في اللقاء ما سماه باللقاء التشاوري. أعتقد بأن اللقاء التشاوري هو إعلان للخروج عن ما يعرف بالمبادرة وبآليتها المزمنة. أعلن أمس ثورة جديدة ضد هذه المبادرة وأعلن خروجا لها وهدد بأن على الجميع أن يواجهوا هذه ثورة المؤسسات وأن لا يسمحوا بإسقاط المؤسسات. لا أدري أي مؤسسات يقصدها علي صالح، قال إذا دمرت المؤسسات لا نستطيع أن نبنيها، هو لم يبني مؤسسات لكي يخاف عليها. أنا شديد الحزن عليه لأنه ومشفق عليه بأنه ما زال يكذب على نفسه ويصدق الكذب بأنه بنى مؤسسات، لم يبني مؤسسات لكي يخاف أن تهدم. نحن الآن الثورة هذه ربما هي التي ستبني المؤسسات، دولة المؤسسات
قد باعت. انا كنت اريد ان اعلق اقسامي على موضوع المصالحه الوطنيه. المصالحه الوطنيه لا نريدها تصالح بين اطراف وقوى سياسيه، لان هذه هذا المسمى مسمى التصالح هو الذي قتل البلد من عام 70 الى اليوم. كان الفرقاء السياسيين يقتتلون ويتصالحون ويقتسمون السلطه. لو تتبعنا المسار التاريخي للصراعات السياسيه لوجدنا بانهم كانوا يختلفون ويتقاتلون ثم يتصالحون ويقتسمون السلطه الى عام 90، ونتج عنها بعد الوحده حرب 94. يريد الان لكن مشروع الحصانه او مشروع المصالحه الوطنيه الذي يتم الحديث عنه الان ياتي ضمن مشروع العداله الانتقاليه وبرعايه اقليميه ودوليه كما يقال. نحن لا نريده على هذا النحو. نريده في مسار العدالة، ولكن نريده في مسار التصالح مع الوطن وليس التصالح بين القوى السياسية. التصالح مع الوطن هو بناء الدولة المدنية الحديثة، بناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون. التصالح الذي نريده هو أن يعيد الناس لهذا الوطن كرامته وعزته وموارده وخيراته وقراره واستقلاله الحقيقي. اليمن اليوم يعيش تحت الوصاية، الدول الوصاية الآن هي التي تسير اليمن. الوزارات الآن تخضع لسيطرة من السفراء يسير الأمور كما يشاءون. نريد لهذه العدالة أن تعيد لهذا اليمن كرامته كما ينبغي أن يكون، هو اليمن عزيز. أشكرك دكتور عبد الله، أشكرك جزيلا دكتور عبد الله الضيفاني المحلل السياسي. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى في هذه الحلقة من أصدار اليوم. أهلا بكم من جديد إلى أصداء اليوم. لم تكن دماج هي أرض القتال بين الحوثيين والسلفيين فقط، إلا أنها الأوجع لما دار فيها اليوم. كان لمنطقة كتاف ووقفتها دور قادم للجنة الوساطة نحو إيقاف القتال هناك بين السلفيين والحوثيين. صالح الضالعي من صعدة والتفاصيل. بعد أن أخمدت فتنة دماج بمحافظة صعدة من قبل لجنة الوساطة، تبقت قضية قبيلة وإلى في مديرية كتاف بمحافظة صعدة. هنا وما زال روح المواجهة الدائرة بين السلفيين ووائلة من جهة، حوثيين من جهة أخرى. سيطرت جماعة الحوثي على عدد من مناطق وائلة، وتحديدا النشور والرزيمات والعشاش وحتى قلب كتاف المديرية، وإلى القرب من وادي جبارة حيث المواجهات. يوم أمس حددت لجنة الوساطة وجهتها المكونة من وجهاء ومشايخ وخيري اليمن برئاسة الشيخ حسين الأحمر، تخطت بموكبها الكبير لترافقها عدسة قناة السعيدة، فالتقت بوجهاء ومشايخ الوائلة وممثلين عن السلفيين واضعا النقاط على الحروف. في الوقت ذاته تحدثت مصادر عن إصابة 3 من السلفيين إثر الاشتباكات في منطقة الجبارة، فيما عدسة البرنامج تقطع المسافة لتتوقف في آخر نقطة حدودية البقع لتجد الأوضاع هنا مستقرة وآمنة، بعد أن تحدثت مصادر عن سيطرة الحوثيين، الأمر الذي نفاه الأهالي جملة وتفصيلا. لنقفل راجعين إلى حيثما لجنة الوساطة التي أنزوت تتفهم مطالب وائلة والسلفيين. لا زالت الأمور تحتاج إلى صبر، واللجنة ستواصل أعمالها ومهامها، ونسأل من الله التوفيق، وندعو الطرفين إلى أن يكونوا جادين وأن يعملوا من أجل حقن الدماء في جبهة وائلة. بالنسبة لقضية الدماج أعتقد أنها انتهت والأمور فيها طيبة، والأخ وشكلنا لجنة إشرافية لمتابعة كافة بنود الاتفاقية. أما في جبهة كتاف فقد وافقوا على تشكيل لجنة رقابة تخرج بين الطرفين لإيقاف إطلاق النار حتى يتسنى لنا ويتسنى لجنة الوساطة العمل على إيجاد اتفاقية إن شاء الله. كل الهرب بالنجاح أولا في دماج، وثانيا نزل إلى ديرتنا ديرة وائلة، وقد اتفقنا على أن هناك لجنة مراقبة بين الطرفين في توقيف إطلاق النار ومهل 3 أيام، وبعدها إن شاء الله يحاول في إصلاح القضية بكاملها، والله إن شاء الله يسدد خطاه ويعين الجميع على الرضا وتقواه ويحقن دماء المسلمين. جهود لجنة الوساطة حثيثة وجبارة، تكللت اليوم باتفاق مع جميع الأطراف المتحاربة يقضي بتشكيل لجنة لوقف إطلاق النار
لمدة 3 أيام والبدء بالمفاوضات. الأيام القادمة كفيلة أن تخبرنا عن تفاصيل تبدو اليوم خفية، لطالما وأن مصادر قبلية ومحلية أكدت عن اندلاع مواجهات مسلحة بين الجيش والحوثيين مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة لأسباب قالت عنها تلك المصادر باستحداث مواقع جديدة للحوثيين، وذلك في منطقة كتاف المدينة. من قلب الحدث توصلت لجنة الوساطة مع الأطراف إلى اتفاق مفاده تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام والبدء بالتفاوض. صالح الضلعي لبرنامج أصداء اليوم من وادي جبارة آل وايلة صعدة. وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الشيخ حسين الأحمر رئيس لجنة الوساطة في صعدة. أهلا بك شيخ حسين. حياك الله شيخ حسين. قلت أن الموضع في دماج انتهى تقريبا والوضع هناك مستقر، لكن نود أن نتعرف من خلالك عما يحدث في كتاف وعن جهودكم في هذا الاتجاه. في الحقيقة يا أخي العزيز، نحن نزلنا إلى صعدة وكان في أولوياتنا هي قضية دماج، والحمد لله دماج الآن أفضل، أوضاع دماج الآن أفضل مما كانت عليه قبل الأحداث من حيث التواجد في بعض المواقع التي كان الحوثيون أخذوها على الجيش. تفاوضنا مع الحوثيون وفي الحقيقة أنهم تجاوبوا لنا ونزلوا منها، ودماج الآن أمورها طيبة وسنزورها غدا لتفقد أخواننا أبناء دماج وسير العمل وسير عمل اللجنة الإشرافية لكي نغلق ملف دماج تماما، وسنستمع من أهالي دماج كيف الأوضاع وكيف الأوضاع بعد الصلح وإنهاء الاقتتال وإنهاء الفتنة. طيب شيخ حسين، نحن شيخ حسين بتواصلك مع اللجنة الإشرافية التي تشرف على الوضع في دماج، هل هناك أي صعوبات تواجه هذه اللجنة؟ لا شك أنه اللجنة الإشرافية في أول أسبوع لابد انها تستقبل شكاوي من الطرفين، انها في متلس ما خربش من يعني الى نهايته، او في سيارات او في بضائع كانت من سابق لا زالت يعني عند اليوم. مثلا اليوم حصلت مشكله من اجل موضوع سياره ديزل، حلتها اللجنه الاشرافيه، فبقينا اللجنه الاشرافيه لحرصنا حتى يعود التعايش الى طبيعته بين الطرفين. ولكن الأمور في دماج إن شاء الله ستستمر طيبة، وإن شاء الله قضية دماج انتهت. طيب. وعلى ما قلت لك أنه إحنا نزلنا من أجل دماج. الآن انتقلتم إلى موضوع كتاب، حدثنا عن جهودكم في هذا الموضوع. الأساسية هي دماج. ومن واجبنا أن إحنا نقوم بما وجهنا به الله سبحانه وتعالى، وما هو واجب علينا، واجبنا الإنساني والديني والأخوي أمام إخواننا من الجانبين. طيب عن جهودكم في منطقة كتاف شيخ حسين، عن جهودكم في منطقة كتاف إلى أين وصلت هذه الجهود؟ الحقيقة احنا شكلنا لجنة تكونت من لجنة برئاسة الشيخ مقبل حومي ورجنة برئاسة الشيخ أحمد القهالي لإيقاف إطلاق النار، وعرضوا علينا أخواننا السلفيون وبعض المشايخ وائلة رسالة تعرض على الحوثي. السيد عبد الملك الحوثي مبدئيا وافق على هذه الرسالة، وعلى بناء موافقته على هذه الرسالة طلبنا اتفقنا على تشكيل لجنتين من الطرفين يحضروا إلينا لمناقشة كل الإشكاليات وكل النقاط التي توصل إلى صلح وإنهاء الاقتتال في المنطقة، ونطلب من الجميع أن يكونوا جادين في ذلك وأن ينهوا هذا الملف، ونطلب من يريد أن يشعل الفتنة الطائفية والعقائدية في اليمن أو من لديه أغراض في استمرار القتال في محافظة صعدة أن هذا شيء غير مقبول وغير معقول، وعلينا جميعا أن نتحلى بالوطنية ونتحلى بقول الله سبحانه وتعالى بما وجهنا به أن نعمل على الصلح فيما بين إخواننا، وأن نترك مجال للاقتتال لأن هذه فتنة قد تعم الجميع. أشكرك جزيلا الشيخ حسين الأحمر رئيس لجنة الوساطة، كنت معنا من صعدة، ونتمنى لك التوفيق ولكل أعضاء لجنة الوساطة في مهامكم هناك. اليوم كان لشباب الثورة في صنعاء مسيرتهم التي أخذت من شوارع صنعاء مساحة تنطلق إليها
شعاراتهم في نسق التواصل اليومي ولم تغيب ساحة التغيير من فعالياتها، فقد كان للشباب اليوم ندوة تناولت البعد الإنساني لمعاناة المواطنين في أرحب. معاذ منصر والتفاصيل. بهذه المسيرة الاحتجاجية الحاشدة استهل شباب التغيير بصنعاء عامهم الجديد، وهم يقولون بذلك إنهم مستمرون في برنامجهم الدولي التصعيدي حتى تتحقق جميع الأهداف. تقديم الجنات للعدالة والمحاكمة مطلب لا زال يتمس به الشباب الذين خرجوا في مسيرة جابت شارع الرباط والصدق والزبير مرورا بشارع هائل وصولا إلى الساحة. عام صمد فيه هؤلاء الثوار وصمدت معهم مطالبهم التي لم يملها الشباب منذ أول خروجهم. في اتجاه غير بعيد تعالت أصوات لبعض الحقوقيين والصحفيين لوضع حد لعمليات القتل والدمار الذي يتعرض له أبناء منطقة أرحب. تلك العمليات التي أخضعت الأطفال والنساء للعيش تحت طائلة الرعب والقلق الدائم. في هذه الندوة استعرض الفريق الميداني الذي زار العديد من قرى أرحب تقريرا حول الوضع الإنساني والمعيشي لأبناء هذه المنطقة المعروفة بالمنطقة المحروقة، حيث يطال الاعتداء المزارع والممتلكات برمتها والتدمير، حتى أنه أدنى مقومات الحياة البسيطة لا تتوفر لدى إخواننا في أرحب مثل المياه تم تدمير الآبار والخزانات المياه، الكهرباء تم قطع الكهرباء، الطرق لا يتوفر لديهم طرق. في كل بيت إما أن يكون لديهم يا جريح أو شهيد أو دمر المنزل، لم نجد أسرة سلمت من أي شيء من هذه الأشياء. سلسلة طويلة من التوصيات والمطالب طرحها المعنيون بمناقشة هذه الندوة انطلاقا من نتائج نزولهم الميداني والاطلاع على ما تتعرض له أرحب وسكانها. توصيات بأنه نوصي حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة، لأنه هذا من واجب الحكومة حتى لو كانت حرب تقيم الأضرار وتعوض الناس. ونحن على تواصل مع مكتب الأستاذ باسم دوار من أجل تحديد موعد، وإذا لم يتم تحديد موعد إلى يوم الثلاثاء فنحن مرتبين بإقامة اعتصام باب مجلس الوزراء من أجل موضوع أرحب. اهتمام بالتصعيد الثوري واهتمام بالوضع الإنساني والمعيشي لبعض الثوار البعيدين عن أنظار المنظمات الإنسانية والدولية، لا زال برنامج اهتمام كل الثوار في الساحة والميادين وبرنامج كل الحقوقين في هذا الجانب. نذهب الآن إلى عدن، فضمن الفعل الثوري لشباب الثورة هناك والعديد من فعاليات التي تقام للشباب هناك اليوم أشير التكتل الوطني الحر. المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في التقرير التالي لمحمود الحميدي من عدن. حرية وعدالة وتنمية كان الشعار الذي عقد تحت لوائه مساء اليوم مجموعة من شباب الثورة الشعبية السلمية في محافظة عدن مؤتمرهم التأسيسي الأول لما أسمي بالتكتل الوطني الحر الذي يسعون من خلاله إلى دعم الثورة لتحقيق أهدافها والمساهمة في حل جميع القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية والمشاركة في تحقيق نهضة تنموية كما يقولون. تم استشهار أو تأسيس التكتل الوطني الحر في هذا الآن وهو لتلبية مطالب ثورة الشباب الشعبية السلمية حتى يتم تحقيق أهدافها. قبل أن يقرأ الحاضرون الفاتحة على أرواح شهداء الثورة الشبابية الشعبية وشهداء الحراك السلمي الجنوبي وقف الجميع لتحية العلم إذانا بتدشين نشاط التكتل الذي أعده البيان الصادر عنهم بأنه يمثل النواة لتوحيد القوى الثورية في المحافظة. السير نحو تحقيق بقية أهداف ثورة الشباب السلمية وجعل مدينة عدن مدينة آمنة ومستقرة وكذلك حل جميع القضايا السابقة لتكوين أداة وكيان ثوري يخول بتحقيق أهدافهم. تداعى الشباب إلى هنا اليوم آمنين أن تكون انطلاقتهم نحو بناء مجتمع تسوده قيم الحرية والعدالة والتنمية. محمود الحميدي، أصداء اليوم، عدن. وينضم إلينا من عدن الأستاذ جولان علي عبده عضو الهيئة الإدارية للتكتل الوطني الحر. أهلا بك أستاذ جولان. أهلا بكم بجميع.
اليوم أشرتم تكتل وطني للحر، حدثنا عن أهم أهداف هذا التكتل وعن أسباب إشهاره. بداية أهنيكم بحلول العام الميلادي الجديد، وأتمنى أن يجعله فاتحة خير على شعبنا اليمني في البلد من أقصاه إلى أقصاه. شكرا لك. بالنسبة لتكتلنا اليوم الذي أعلن، هو عبارة عن تكتل شبابي شعبي يضم بين صفوفه جميع الشرائح باختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم. ومن أهم الأهداف هو أنه يدعم الثورة الشبابية حتى تستكمل وتحقق كامل أهدافها، وينتزع شعبنا اليمني مطالبه العادلة، وفي مقدمتها طبعا بناء يمن جديد في ظل النظام والقانون، ويمن ينعم أبنائه بالمساواة في الحقوق ويعمه الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. كما يأتي في مقدمة اهتماماتنا هي حل القضية الجنوبية، ولكن حلا عادلا تضمن المطالب المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية بما يجسد الشراكة الحقيقية. أشكرك جزيلا الأستاذ جولان علي عبدو، عضو الهيئة الإدارية للتكتل الوطني الحر، شكرا جزيلا لك. ثورة المؤسسات ما زالت مستمرة في تعز، وكل يوم تذهب نحو مؤسسات ومرافق جديدة. المزيد في التقرير. لا نهمت أعين الجبناء، هكذا ردد بعض المعتصمين من موظفي شركة النفط بمحافظة تعز في وقفتهم اليوم أمام مقر الشركة، مخاطبين المسؤولين عليها وعليهم، ولكن ليس بعد اليوم حد قولهم، في مشهد يراه كل رموز الفساد كما قالوا، كابوسا مرعبا يطالهم اليوم بعد أن طارت أياديهم الغادرة حقوقهم. لا يدري المسؤولون على شركة النفط متى سينتهي، ويقول المعتصمون هنا وببساطة أن ذلك سيكون بانتهائهم، أما هم فلا تهميش ولا تثريب عليهم. مطالبنا غيرنا مدير ونائب مدير ورئيس الحسابات ورئيس قسم المراجعة ورئيس الأفراد، ماسكين من 25 سنة داخل الإدارة، يستبدونا ويسرقوا، تمام، مفسدين. الدب الغاز، أنا موظف بشركة النفط لي 25 سنة ما أمتلكش قيمة دب الغاز، وهم يبيعها بالملايين بالملايين، يأكلوها وسرقوها، تمام. عندنا رأس الفساد، احنا غيرنا، نشتي تغيير، ولا تفتتح الإدارة إلا بمدير شريف، واحنا نعرف الشرفاء داخل الإدارة زي ما نعرف السرق. انتفضت تعز اليوم بالعديد من مظاهر الاعتصام المشابهة ضد الفساد، فهنا في المستشفى الجمهوري بتعز اعتصم موظفوه مطالبين بإقالة مدير الشؤون المالية على خلفية إجراءات تعسفية اتخذت ضدهم حد قولهم، وعدم توفيره لأبسط الخدمات التي يحتاجها المستشفى، وعلى سبيل المثال أسطوانة الأكسجين. خرجنا أول مطلب لنا أن احنا نغير الشؤون المالية، مدير الشؤون المالية، لأنه جميع المستشفى اللي يتحكم في ذان مطلبات المستشفى انتهت حقوق الموظفين. أبسط شيء أسطوانة الأكسجين الذي يحتاجها المريض لا تتوفر، منظمات الأكسجين لا يوجد أي شيء داخل هذا المرفق الصحي العام. في ذات السياق وفي إطار ثورة المؤسسات، لم تقتصر هذه الثورة المصغرة على الكبار فقط، فقد كان للصغيرات ذات المطلب، حيث خرجت طالبات مدرسة الشهيدة نعمة رسامة بمدينة تعز بمسيرة حاشدة طالبن فيها بإقالة مديرة فاطمة رسامة. خلينا مسيرة طلابية عشان نقول لفاطمة رسام مديرة مدرسة الشهيدة نعمة رسام اللي سممنا الشهيدة نعمة رسام ترحل، خلاص كفاية، راح بالنظام، ايش باقي؟ خلاص راح الان ما تتبعه، هذا هذا دائما تسبني، احنا تسبني، احنا بنات، احنا ناس، احنا بشر، يعني عندنا حقوق كمان، لكن كل حقوق انا اخذ مني، كل حقوق انا ما بخطش اي حق لو اخذ منه، كتب مدرسيه تشون عليها فلوس فخانه ما تصلحناش. لم يخلو ايضا فرع البنك اليمني للانشاء والتعمير بتعز من مظاهر الاعتصام، حيث كان لموظفيه وقفة احتجاجية أمام مقر البنك على خلفية مطالب حقوقية وقضايا فساد من قبل المسؤولين في مختلف الفروع حد قولهم. من أهم مطالبنا كان أنه أول شيء نسقط الإدارة القديمة وتأتي إدارة جديدة. المطلب الثاني هو زيادة رواتب الموظفين أسوة بالبنوك الأخرى. المطلب الثالث كان إزالة كل المخالفات الإدارية التي تمت في خلال السنوات الأخيرة، لأنه الإدارات التي تم تعيينها علينا بالذات في المحافظات في الفروع الكبيرة كانت إدارات فاشلة وهزيلة.
كاميرا أصداء اليوم كانت حاضرة اليوم في العرس الجماعي الذي نظمته قيادة الحرس الجمهوري ل 320 فرد من أفراد الحرس الجمهوري. التفاصيل في التقرير. هنا في معسكر السواد بالعاصمة صنعاء أقامت اليوم وحدة الحرس الجمهورية عرسا جماعيا ل 320 شابا من أفرادها، حيث تقدم فرحتهم هذه قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبد الله صالح وعددا من القادة العسكريين. هذا العرس الجماعي هو الثامن الذي تقيمه هذه الوحدة العسكرية بشكل سنوي، والتي يعتبرها الكثيرون من المنضمين إلى الحرس الجمهوري خطوة إيجابية، ويوجه العرسان رسائل شكرهم لمن يقولون أنه برعايته تمت هذه الفرحة الكبرى. نشكر كل من ساهم في هذا العرس الجماعي من سواء بجهود أو بما لديه. نشكر قائد الحرس الجمهوري على زيارتنا لهذا اليوم العرس الجماعي للعام 2012. كما نشكر قيادة قوات الحرس الجمهوري على هذا العرس الجماعي. بجوار القيادات وفي هذا المكان التقطت الصور التذكارية لقائد الحرس الجمهوري مع العرسان، ومن ثم تقدم الرجل العسكري زفتهم داخل المعسكر بالرقصات الغنائية إلى هذا المكان الذي يجتمع فيه الضيوف الذين تمت دعوتهم للحضور والمشاركة في هذا العرس الجماعي الذي جمع كبار السن وصغاره في هذا المشهد الفرائحي الكبير الذي بدت استعداداته راقية ومكتملة على أكمل وجه. مسرورين بهذه المناسبة ونشكر قيادة الحرس الجمهوري ممثلة بالأخ العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح الذي يقيم بمثل هذه المناسبات، ويعتبر هذا العرس الثامن في الحرس الجمهوري والقوات الخاصة. ونتمنى أن تتكرر هذه المناسبات في القوات في بقية وحدات القوات المسلحة. وسط لفيف من الأهالي والمشاركين أقيمت هذه الرقصات المتنوعة التي ظل القادة العسكريون يلتفون حولها وظلوا يرافقونها بنوع من الهدوء حتى دخولهم صالة الغداء التي تم إعدادها للعرسان وللضيوف العسكريين والمدنيين، والتي بدت عليهم ملامح الشعور بالرضا. بهذه الفرحة وبهذا المشهد يكون هذا الحشد من العرسان قد ودع حياة العزوبية، فيما آخرون ينتظرون هذا المصير. أما الآن فنتابع رسالة أصداء اليوم لهذه الحلقة. رسالة أصداء اليوم لوزير المالية. في اليمن عجائب لا يستقيم مشهدها على قانون أو معطيات، ولكنها سجينة بعض البطولات، وأنتم كنتم بالأمس في مشهد يحمل أوجاع وآلام الضعفاء والبسطاء من فيض الحمل المثقل. هكذا كان حديثكم وهكذا كانت ترتسم ملامحكم. لم يكن هناك مبدل لذلك المتغير إلا أنكم قد غدوتم في خانة الوزراء، فهل تغير المشهد في أعتاب خطاكم في الحكومة؟ لسنا في البحث عن ذاك، ولكن نحن لا نريد أن تكون بطولاتكم على حساب البسطاء من الناس. هكذا اختزل هؤلاء غضبهم وأنتم تصرحون بشأن أسعار المشتقات النفطية، وأن الحلم بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليها سيظل حلما. هكذا قتلتم أول حلم بعهدكم للبسطاء، أولئك الذين يستقطعون ثمن البنزين والديزل من لقمة عيشهم وقوت أطفالهم، لا يحصلون على كربونات مجانية لتعبئة خزانات سياراتهم، ولا يستلمون بدل مواصلات. ألا يكفيكم ما زاد في حمل المواطن من أعباء في ارتفاع الأسعار بكل متطلبات العيش أمام تلك الملاليم التي لا تحفظ كرامة الحياة لأبسط المواطنين البسطاء؟ نحن ندرك أنكم في حكومة الوفاق ستعملون في إدارة البلاد على أوجه الدعم والمساعدات المقدمة من دول الخليج، وفي مقدمتها الشقيقة العربية السعودية، وهو دعم يفوق حياة الشحاتين في خطط التقشف. وإن هناك دعما في المشتقات النفطية لا زال يقدم للبلاد. نقول لكم أنتم لا تحرثون في الأرض، بل ستغرسون أشجارا جاهزة. وحديثكم قبل الوزارة هل كان للتسويق، أم أن موقفكم من عدم استعادة المشتقات النفطية لأسعارها السابقة ما هي إلا زلة بطل؟ أدرك الموقف قبل الكبوة، نأمل ذلك.
بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من أصداء اليوم. أذكركم في الختام بإمكانية مشاهدة قناة سعيدة من خلال موقعنا الإلكتروني أسفل الشاشة، وأيضا إمكانية التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب. دمتم ودامت اليمن بخير، إلى اللقاء.